قيس اللجمي 31 سنة نسكن في صفاقس عمل فورماسيون في سنتر سقيد الزيت انفورماتيك توي كنخدم في شركة أختس ريسبونسابل برودكسيون. انا ريسبونسابل برودكسيون في المعمل تويكا نتاع سوسيتي أختس. الخدمة نتاعي تتمثل في التابلات معناتها من اللي تجينا حتى تخرج معناتها انا جاسيست معناتها على الكرياسيون نتاعها من الاول يبداو بالديزيكرون مثلا بعد ليك يمشيو للستوديو نمشيو بعد ليك للمونتاج نتاع الباتري بعد ليك عندنا اون شامب بلونش شامب بلونش هذيا معناتها يركب فيها التكتيل اون فوا ركبت الركبه التكتيل بعد ليك فما المونتاج نتاع الكارت مير نعملو لي تيست بلان اون تيست الكاميرا اون تيست الواي فاي اون تيست 3G اون تيست الاوتونومي نتاع الباتري بعد ليك التابلات تمشي الفاز نتاع الانستالاسيون دي بروغرام بعد التيست هذايا ولا الانستالاسيون تمشي الفاز نتاع لومبالاج نتاع التابلات.